Sessiz. تشوف شو بدي اوجه لك اياه هيك معناته بدي احطه مثل ما بدك تجيبه أنا وسهلا تفضلوا شرفوا büyük aileler kabileler Thank you.
وتلبية لمتطلبات واقع واستشرافا لاستحقاقات مستقبل، والدولة المدنية التعددية الديمقراطية أسس تستلهم روح الثورة وتحقق طموحات الشعب على مختلف انتماءات. عرضون وفاء لأهدافها هي ثورة عدالة في وجه الظلام، على طموحاتكم في التحرر من كل أمل التطوير الدائم للبنى التنظيمية والفكرية للمجلس بما يتعمل وفتح آفاق بعيدة المدى أمام الجميع في شتيمة ومحفزة لرجال الثورة وفي مقدمتهم عناصر كبير هذه المنطقة من طباع قنديل التي طعنت الثوار في ظهورهم وأشاعت الدمار والخراب في منازل الآمنين وحرقت الأمل. بتحية الإكبار والإجلال والشكر العميق لما قدموه ويقدموه من أجل تعلم جميع الدور الأمة الذي لعبته العشائر في تاريخ سوريا الوطني وأسرها في مسار الأحداث منذ متوهما أنه قادر من خلال ذلك على تكريس سيطرته ومنع السوريين. دور العشائر وحكمة قياداتها ساهم أيضا في مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء على فروم التهديدات والمغريات التي قدمها تنظيم داعش في أوج تسلطه بعد تعرضه لضربات موجئة، حيث كانت عمليات فصائل المعارضة أولا استقلالا كاملا بإذن الله تعالى. نعاهدكم جميعا بإذن الله تعالى سننتصر. أحسنت أخي المدير. مع أحد السيف أصدق أنبان من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب.